نقاد يعني مو فرح سنة هينا المناسبات ده نخيم كخياه خياه بدن إنا إذا كلاس وخيب قلنا وما أنت لو حسا يسوبنا صلوات الله وسلام عليه محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن عبد المناف ابن هاشم ابن حسين ابن عبد المناف ابن حسين ابن عبد ابن هاشم أمان وأكد أن هي رسولك صلى الله عليه وسلم عليه الله سبحانه وتعالى أقول لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنيتم حريص عليكم بالمؤمنين الرؤوف الرحيم وحان إذن صدنا الرسول وإذن إذن لم يدع ومحارير هذا نفس الدين حريص عليكم بالمؤمنين الرؤوف الرحيم إسلام كمسلمين تنا إن محارير هذا إيش يعني حريص إن بتقولي كل كساهاته مركا بشان بركيسا وبش ربيع الأول لو يتمكى بش موليد رسولك صلى الله عليه وسلم إله سبحانه وتعالى أصدري هذه ملائك ما أنتم الله صدري لها نسدان ما أنتم قلنا الله لهن ما قلنا لهن لكن رسولك إله أنه أصدري وبشر أنا قلنا لم يدأ سيدا أنا قلنا أقدنين أدوي دينا أقدنا أيو نوحون تربية تربية إسلامية وأه إن دلت كينا يدت كينا با دين تاس يقول لقمان حنيفك أه حيالي حديث النبي عليه السلام وحوى الدين نصيحة قلنا لمن قال لرسوله قلنا لمن قال لرسوله وإمة المسلمين دينتين ودين نصيحة مركا ما دام دينتين دين نصيحة إتهي إلى دينتين ما نفرن إن محارير هذا خفك بين آدين كأه شهادنا أيو تكنا أيو محارير الزكاة بحنا إن الدبات أيو لو الدبات أيو دين أن النجا أن أوياشين يودتكين أي سنراد إسالكو هين إن دلكين اللي ماذو واجب معهن جهادك مرنوا واجب واي مرنوا فرض واي فرض العين واي مركو واجب ويا هاي وتن حد أنا جنا هيستو واي دلكين ومدين هيستو مركزه درت هذا جهادك أن ما أنتو جرنا واجب كعمد صوم الدمان واجب يكون تهاي دلك اللي دتك الجسد دولي عروت اللي بعدين أيو أو لو بعدين أيو إن وحن جرين أو عيالك أو يرى أو مرن حوابين أو مال خلدن لو دريشان أيو وح كتاب كين السنة دينا إيسان كجرين إن أوبت كينا لو أخريو وحسن وحوارتين كرنا وحيطة اسودومني من نمو إن اسودومناتان إن وكفر حسننا هاي مام القول كبنادر إن شاء الله وحدين دونا إن دقموين كلنا إن ومحاليرا كقبتو رماهان إن محالي الوحو صاية لرشاد النبي جينا صلى الله وسلم عليه إنت أن كجرنا موليدك إن محاليرا هذا لدقان قواريتنا هذا إن أستانت دلك وحاوة مدحونا جمهورية ده إيساقنا نحو التاقين يا هرهبين إن أكسوا عرب تيرو دلكين ونواد كسوا دبالو سيدا أمدى مسلمين تيقون نوشه الدنيا ذكالي إن أمدى الصومالة ديقون نولا دان وينا عن قدر كلها يا هاي إن خطر باقوريا قد احتى الله أذي خطركوا أرورت هذا خطركوا حمت هذا خطركوا وحين اللي هذا هاي شروع باي لي هذا هاي عرفي باي لي هذا هاي ولا غياب إن هذا نذوق أقونين قف يقان أوعو iska hubi guriga aad degantahay koronto si sax ah ugu jirtaa qalabka aad isticmaalaysaa qalab sax ah yahay fiilooyinka guriga ku jira fiilooyin sax ah yihiin qalabka aad soo gadaa laftigiisa qalab sax ah yahay aad waxaan dad weynaha ugu talinayaa ku celcelinaya in ay baahashaasi waa khatar san horeen oo uray mana oran kartaan mana arin kartaan mana maqli kartaan sida kaliya lagu ogaan karo waa in la taabto hadii la taabtana waa lagu dhimanaya ama waa dhaawac fadlan iska hubiya ittaqaana u waca dadka guriyaha dhisanaya waxaan kula talinayaa guriyihiina korontada la idin gelinayo ka warhaya qalabka la gelinayo tayadiisa ka warhaya ganacsatada waxaan kula talinayaa warna ilaahay kaga baqan dadka qalabka aad u keenaysaan oo waxaan laga qoostay ee aan dalalka ay ka soo stack soo saaray dalka ma ogolana in laga isticmaalo ma ogola wax ninkii soo saaray uu diiday dalkiisa uu isticmaalo dalkeena keenina ka daayay